انت تركز كده محمود. الفيفا عندها الصور اللي نشاهدها الان وعندها تسجيلات ايضا ما كان يدور بين الحكم وبين غرفه الفار، يعني لديها كل الادله. قلت لك كلش مسجل، كلش مسجل. اتصالات بين الزملاء اليوم في الغرفه التقنيه عندهم في التسجيل الكامل كل الصور اللي كانت فيها لوبس، يعني يعني عندهم كل سنشاهدها سنشاهدها تواليا في هذا البعض. يزيد قبل ذلك هذه النقطه مهمه بالنسبه لانه الجزائر احتجت وراسلت الفيفا وقامت بامور طبيعيه يجب ان تكون، ليس الجزائر فقط، حتى مصر، حتى ايضا مالي بعد الذي حدث. ما الان كل الادله موجوده عند الفيفا، هذه الصور ضيف الى ذلك التسجيل. نذكر جمهورنا الرياضي الكريم بانه العاملين في غرفه الفار غادروا على الساعه 4 صباحا من اجل اخذ كل هذه الصور هكذا. هما باش يكون في الارشيف ديالهم اكيد. هو كما قلت لك سي دي ديسك دور، هو كما كمبيوتر، كما جهاز كمبيوتر يسجلوا كلش، كل كاميرا تتسجل وحدها، كل كاميرا اللي كانت مقبل. غلطنا قلنا ما عطينا لهمش الرالونتي ولا ما نمدوا لهم والو، هما اللي عندهم عندهم لي كاميرا من مبرونشين عندهم في الشاحنه تاعها.